مشاهدينا الكرام، لا تزال كاميرا الحقيقة الدولية تتجول في لواء الهاشمية للوقوف على واقع الخدمات في هذه المنطقة، ونحن الآن في بلدة أم الصليح. دعونا نستقبل هذه الوجوه الطيبة للوقوف على أبرز معاناتهم والواقع الخدمي. نعرف المشاهدين على حضرتك. أنا العميد المتقاعد عمر الزيود، ماجستير نزاعات دولية ودكتوراه بالتعاون الدولي. لواء الهاشمية، احنا كمواطنين للواء الهاشمية نسميه اللواء المنكوب، لوجود مثلا مصفاة البترول الأردنية، لوجود شركة كهرباء السمرة، محطة الحسين الحرارية، مصانع الحديد اللي موجودة عندنا بالمنطقة، كل هذا يؤدي إلى تلوث البيئي موجود بالمنطقة. احنا اللواء الهاشمية موجود على الخارطة الأردنية، ولكنه يتنافس عالميا على مستوى التلوث البيئي. وصلنا احنا تقريبا الدرجة الخامسة او الدرجة الرابعة عالميا بالتلوث البيئي. مطلوب من الدولة تهتم بالأمور الصحية والانعكاسات الصحية على المواطن من أثر الأثار البيئية السلبية البيئية. المطلوب انها تعمل على إنشاء الحدائق والمواقع الترفيهية داخل اللواء للتخفيف من معاناة المواطنين. المطلوب أنها تطور المراكز الصحية اللي موجودة حتى تتقدم إلى مصاف مراكز طبية شاملة تستطيع تقديم الخدمة لهؤلاء المواطنين. المطلوب زيادة العلاجات بالمراكز الطبية بالنواحي الصحية من الأمراض الصدرية وما يعاني من ضيق التنفس بسبب التأثرات البيئية. المطلوب من الدولة الأردنية الضغط على المصانع والشركات سواء بالقطاع العام أو الخاص لتنمية المجتمع المحلي، وهذا أصلا متطلب سواء من الدولة الأردنية أو عالميا. أي مصنع قطاع عام أو خاص في منطقة معينة لابد من تخفيف البطالة ويأخذ حقوقهم كمواطنين في التوظيف، وكمان تنمية المجتمع المحلي ثقافيا واجتماعيا. بارك الله. شكرا لكم. نيجي إذا سمحت نتعرف على حضرتك. فرحان محيش الزيود، رئيس نادي أم الصليح وغريسة. حياك الله أخي فرحان. الله يحييك. شو ممكن نتكلم في يا سيدي الواقع الخدمي؟ الواقع الخدمي مشكلة المواصلات في المنطقة مشكلة قديمة جديدة. من عام 1983 يوجد 3 باصات في المنطقة، منطقة أم الصليح وتبعد عن الزقة حوالي 12 كيلو. لما يكون 3 باصات، مع العلم أنه يكون لا يقل عن 20 أو 24 باص مسجل عليها أم الصليح وغريسة، وللأسف 3 باصات أو 4 باصات. غير كافية. غير كافية، بالرقم أنه حوالي 20 باص مأخذة اتجاه الخط. يعني طلبة المدارس الصبح للأسف جدا أنه بنات المدارس تطلع أحيانا يضطر أبوها يوصلها، تضطر تطلع بكم عشان تلحق موعد الدراسة. حياك تعرف عليك بالله إذا سمحت. من أبناء المنطقة. عادل أحمد الحاج توفيق. تفضل يا عادل. أنا من سكان غريسة، وبحب أنوه على موضوع الشوارع وسوء الشوارع، وبنفس الوقت في نقطة راح نحكيها بموضوع المياه. شوارع كثرة المطبات هي ليست برادع بل هي أذى. عرفت كيف؟ لما بدي أعمل مطب لازم أعمله حسب بين المطب والمطب مطب، يعني بتطالب البلدية إزالة المطبات اللي إزالة المطبات أو عمل المطب بشكل صحيح غير مؤذي للسيارات. غير مؤذي للسيارات. شكرا لك. بالضبط. يعطيك العافية. أستاذنا الكريم تعرف عليك إذا سمحت لي. يعطيك العافية. خميس الزيود، رئيس جمعية أم الصليح الخيرية. نعم. إحنا بنقول في منطقة الهاشمية وأم الصليح نعاني من عدم التوظيف في منطقة أم الصليح وغريسة ولواء الهاشمية، علما أنه كل الشركات في لواء الهاشمية وأبنائنا كلهم عاطلين عن العمل. الشغلة الثانية عندنا في ناحية خدمية، إحنا بحاجة إلى تعبيد شوارع، وشوارع بمس الحاجة، وخاصة النافذة في المنطقة، خاصة المنطقة اللي عند دوار البلدية نزولا باتجاه المثلث، وطريق فرعي ينضم لنا من الشارع الزراعي دخولا على أم الصليح، هذا لا يأخذ إلا سيارة واحدة. وبالتالي طلبنا أكثر من مرة أنه يعملوا له شغل
يوسعوا هذا الشارع ولحد الآن لم حدا يوفي. الخدمات النظافة البلدية قائمة بالنظافة العامة مشكورة، يعني تقدم الخدمة والنظافة موجودة، ولكن أملنا فيهم يكون الدور أكثر من ذلك. فواتير الكهرباء عند الأستاذ موسى، احنا نعاني من هاي المنطقة من فواتير الكهرباء. خلال الشهرين الماضيات اجت ارتفاعات عالية جدا على المواطنين. نتمنى انه يكون في لها حل مناسب يرضي الطرفين. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من هذه اللقاءات العشوائية مع أبناء المنطقة لتسليط الضوء على الجوانب التي ذكروها فيما يتعلق بالجوانب الخدمية وغير ذلك من حديث. للحقيقة الدولية كنت معكم من منطقة أم الصليح، موسى العوضات.